حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف بعد أهم العناوين. ونبدأ من الدستور العراقية. وزير المالية علي علاوي يقصف مزاد العملة بأدلة دامغة على الفساد. في صحيفة الزمان، البرلمان يعز بتشكيل لجنة فرعية للتحقيق في فساد مزاد العملة الأجنبية. في المدى، موصليون يرفضون بيع الركام البيوت إلى غرباء وينتظرون تعويضات الحكومة. في العربي الجديد، الروس يطرحون على بيدرسون تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا. في القدس العربي، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا يؤكد تمسكه بمبدأ الشفافية ومنع الإقصاء والتهميش. وفي الخليج الإماراتية، تنسيق الفرنسي والأمريكي بشأن لبنان يقطع أشواطا متقدمة. في الشرق الأوسط، مواد مشعة في موقع إيراني تثير الشكوك حيال نيات طهران النووية. مع اتساع حجم الصراع في المنطقة وشدة وتيرته التي زادت الوضع لهيبا، يحاول سراق التاريخ أن يستولوا على تاريخ المقاومة العراقية المشرف الذي ليس لهم فيه قيد أنملة في المشاركة، وذلك في محاولة لتجيير هذا الشرف لمصلحتهم. عمر الحلبوسي قال في صحيفة الميثاق الوطني إن هؤلاء السراق لا يفلحوا مع وجود شهود أحياء على هذه الحقبة المشرفة للمقاومة العراقية. لقد خرج علينا عراب الكذب الأول حسن نصر الله، الذي ادعى بأن الإرهابي قاسم سليماني والذيل الولائي أبي مهدي المهندس والميليشيات الولائية هي من قاومت الاحتلال الأمريكي، متجاوزا في ذلك الحقائق التي تنقض أكاذيبه، التي حاول فيها تلميع الصورة المسخة للانبطاح الذي مارسته الميليشيات مع قادتها الذين حرموا قتال الاحتلال الأمريكي. إننا كشهود على حقبة المقاومة العراقية التي ما زالت شواخصها بارزة، نستذكر كيف استماتت الميليشيات الشيعية بضرب حواضن المقاومة العراقية بدعم وتوجيه من الاحتلال الأمريكي. وفي الوقت الذي كانت فيه الفلوجة والرمادي والموصل تقاتل بضراوة باسلة ضد الاحتلال الأمريكي وتكبيده خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، كانت الميليشيات تستهدف المقاومة العراقية وتختطف المواطنين المدنيين في بغداد والمدن الأخرى وتسلمهم لجيش الاحتلال الأمريكي الذي ملأ السجون بالمدنيين. إن حق المقاومة لا يمكن سلبه والتاريخ لا يمكن تزويره في ظل وجود شهود أحياء على عنفوان المقاومة التي كانت وما زالت متمسكة بنفس المنهج والعقيدة ولم تهادن أي احتلال على الإطلاق. أما عن وثائق إثبات حقيقة المقاومة فشهادات جنرالات العدو الأمريكي عن تساقط جنودهم وتكبيدهم خسائر فادحة تعد وثيقة من عدو لم ينسى ما تلقاه من ضربات فيما عرف بمثلث الموت. أضاف الكاتب أن المقاومة العراقية أصبحت الوجه المشرق في التاريخ العربي والإسلامي المعاصر، لأنها خطته بدمائها الطاهرة لتعيد الأمة مجدها الذي سلب. فالمقاومة لم تكن لتمنح شرف المقاومة إلى الميليشيات والأحزاب الطائفية التي كانت عون المحتل في ترسيخ وجوده وتتسابق لخدمته والتودد له بالأكاذيب وتزوير التاريخ المعاصر. في عراق، نور المالكي ثم حيدر العبادي فعادل عبد المهدي فمصطفى الكاظمي أطبق الإيرانيون على الوطن وأهله بعنجهية فائقة ودكتاتورية مطلقة، فامتلكوه كله من بابه إلى محرابه. إبراهيم الزبيدي هنا تساءل في صحيفة العرب اللندنية،
هل رأيتم في أي دولة تحترم نفسها سفير دولة أجنبية يستدعي وزير ثقافتها إلى مكتبه في السفارة من دون علم وزارة الخارجية ولا بالتنسيق معها لمناقشة أمر داخلي خاص من صميم شؤون تلك الدولة؟ حصل هذا يوم الخميس حين توجه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم إلى مكتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق إيريج مسجدي، واستعرض معه مسألة صيانة طاق كسرى والتعاون الثنائي في المجالات الثقافية والسياحية وإنتاج الأفلام السينمائية، إلى جانب تشكيل لجنة ثقافية مشتركة بين البلدين. من هنا يمكن فهم الموقع الحقيقي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مرحلة عراق ما بعد رئاسة دونالد ترامب وولاية الرئيس الأمريكي الجديد. مشكلة الكاظمي وليدة من كونه لاعبا رئيسا من عهود رؤساء الوزراء السابقين نور المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، إلى درجة أن الحاكم بأمره في العراق قاسم سليماني كرمه في العام 2016 بمنحه ثقته الكاملة ووضعه على رأس جهاز المخابرات وهو أهم أجهزة السلطة الإيرانية في العراق. ومن هنا لم يعد في إمكانه أن يخرج عن طاعة السفير الإيراني وقائد فيلق القدس الموكل لإدارة العراق، فيستعيد هيبة الدولة العراقية كما وعد، ويمنع أي أحد من التدخل في شؤون الحكم العراقي، على الرغم من أنه يحاول أن يلبس نفسه ثوب الرئيس الحقيقي المستقل والقوي، ولكن بالأقوال والبيانات والتصريحات والوعود وحلف اليمين. ورأى الكاتب أن الكاظمية لم يحقق أي من وعوده التي جاء من أجل تحقيقها، وفي طليعتها طبعا محاكمة قتلة المتظاهرين ومحاسبة عادل عبد المهدي ووزرائه والإطاحة بكبار الفاسدين المعروفين جيدا لدى عموم العراقيين، ثم ضبط سلاح الحشد الشعبي وإن لم نقل سحبه منه وتسليمه للدولة، وتحرير القضاء العراقي من سطوة الأحزاب والميليشيات. في تصريح له قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إن مزاد بيع العملة كان جزءا مهما في نشر الفساد المالي، وإن هناك كتلا سياسية تتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها. هنا باسم الشيخ رأى في صحيفة الدستور العراقية أن وزير المالية لم يقل شيئا جديدا، وهو ينتقد طرائق مزاد العملة وكيفية سيطرة القوى السياسية النافذة على مفاصل المزاد من خلال أبواب فساد متمثلة بالدكاكين التي يطلق عليها مجازا تسمية المصارف. ما كشف عورة المزاد الوهمي الذي استباحته القوى السياسية لتحصد مكاسب مالية كبيرة هو انخفاض مبيعاته في الآونة الأخيرة إلى أقل من 10% عما كان سائدا قبل سنة، مما جعل العملية غير مربحة للمستفيدين طوال السنوات السابقة، فضلا عما فعلته جائحة كورونا من جميل يحسب لها لأنها كانت سببا في خشية الحيتان من الفضيحة المضمخة بالفاتورات المزورة والإيصالات للبضائع الوهمية وحوالات المال السائد. وبمجرد أن صرح الوزير بهذه الجرأة استشاطت القوى المستفيدة وحركت أذرعها لتستخدم أدواتها وتهاجم وتطالبه بإيضاحات من خلال استفسارات باهتة تعرف هي قبل غيرها الإجابة عليها، فهي التي وصفت السيناريو وتمسك بخيوط اللعبة، بل وهي شريك أساسي ومستفيد أول، ولذلك هي تستخدم سلطتها التشريعية لتسويف المشكلة الأساسية والظهور بصورة المدافع عن المصلحة العامة فيما تخفي الحقيقة الدامغة التي لا تريد لها أن ترى النور. ليس الوزير علاوي هو الأول الذي أشار بشكل صريح لفساد مزاد العملة، لكنه ربما لا يملك مصلحة خاصة تدفعه للتغاضي عما تأكد له، بل سبقه نواب ومسؤولون عديدون تحدثوا في ذات الملف ولوحوا به في أكثر من مناسبة، لكن الهدف كان مختلفا، بل ويتعلق بالمساومات والابتزاز وتقاسم الغنيمة. وبحسب الكاتب فإن مزاد العملة واحد من أهم وأخطر الوسائل التي سرقت وسرقت بها أموال العراقيين وهربت إلى الخارج تحت ذرائع وحجج فاسدة ومكشوفة، ومع أن ما نقوله ليس جديدا أو أنه ابتكار أو اكتشاف لأمر خفي، إلا أن التواطؤ السياسي هو من يمنع المحاسبة وملاحقة الفاسدين.
استعرض تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تهديدات حقيقية تواجه مدينة بابل القديمة في العراق، أحد مواقع التراث العالمي المعترف بها لدى اليونسكو. وقد أوضحت الصحيفة أن تلك التهديدات تتراوح بين القديمة والحديثة، مؤكدة أن بعض جدران المدينة معرضة للانهيار. وذكرت الصحيفة أن أكبر التهديدات للموقع الهش هي من صنع الإنسان. الصحيفة تقول إن هناك عوامل عدة تشكل خطراً على مدينة بابل التاريخية، منها خطوط الأنابيب النفطية وأعمال الإنشاءات التي تخلق تهديداً لمساحات شاسعة من المدينة. وتلفت الصحيفة إلى معاناة بابل الممتدة منذ مئات السنوات وحتى منتصف القرن الماضي، عندما اعتاد سكان القرى المجاورة على تفكيك جدرانها لاستخدام الطوب بأعمال بناء خاصة بهم. وعلى الرغم من أن بعض الجدران لا تزال قائمة، إلا أن ارتفاع منسوب المياه في المنطقة بات يعزز مخاطر سقوطها بشكل كامل. وتشير الصحيفة إلى أن تركيب نظام لمنع تسرب المياه أمر تبلغ تكلفته عشرات ملايين الدولارات. ونقلت الصحيفة عن الخبير في مجال الحفاظ على الآثار جيف آلين أن الطوب في المدينة يتعرض بشكل متكرر للمياه والجفاف وارتفاع منسوب الأملاح، ومن ثم ينهار. ويوضح التقرير وجود أجزاء تآكلت فعلاً بسبب الملح، مما جعلها تنهار بمجرد لمسها. ويلفت إلى بناء وزارة النفط العراقية محطة قياس لواحد من 3 أنابيب تم مدها خلال السنوات الأخيرة داخل أسوار المدينة، كما يشير إلى انتشار عدد متزايد من المنازل في محيط المنطقة. وقال آلين إن من الصعب وقف البناء غير القانوني بوضوح. وفقاً لما نقلته الصحيفة عن تقرير أعده المتحف البريطاني، فقد لحقت أضرار كبيرة بالمدينة بسبب قاعدة بناها مقاولون تابعون للجيش الأمريكي بعد دخول العراق في عام 2003، تضمن إنشاؤها حفر خنادق فضلاً عن قيادة المدرعات في المنطقة ذات الشوارع الهشة. برعاية أممية وبعد مفاوضات طويلة، أسفرت انتخابات 74 عضواً من ملتقى الحوار السياسي الليبي عن مفاجأة تمثلت بانتخاب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي والناشط السياسي عبد الحميد بيبا رئيس الوزراء. هنا صحيفة القدس العربي ذكرت في افتتاحيتها أن تصريحات المرشحين الفائزين تكشف عن رغبة واضحة في عادة البلاد إلى سكة السلام بعد أن انهكتها الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية. المقصود من هذا أن الليبيين على الرغم من كل ما مر بهم خلال السنوات العشر الماضية لم ييأسوا وحافظوا على حلمهم بالخروج من الوضعية المستحيلة التي حاولت بعض الدول فرضها عليهم، وبحكم بلادهم بنظام ديمقراطي تتداول فيه السلطة وتدار شؤون الدولة ضمن منظومات القضاء والقانون وحرية الرأي والإعلام، وليس بكتاب أخضر مثير للسخرية وبطاغية مهرج يملك البلاد والعباد ويعمل على توريثها إلى ابنه المفضل، أو بدكتاتور جديد يريد إعادة قصة القذافي من جديد. ستيفاني ويليامز مندوبة الأمم المتحدة الراعية للعملية الانتخابية أعلنت أن نتائج الانتخابات ستبطل كل الأجسام السياسية الحاكمة السابقة، على الرغم من أن ويليامز ستغادر في نهاية الشهر وسيحل محلها مبعوث أممي جديد، فلا أكيد أن الأمم المتحدة والمنظومة الدولية ستكونان الطرف الحارس للاتفاق والكفيل الضامن لتحقيقه، بالإضافة إلى القوة الرمزية للأمم المتحدة، فإن طرفين دوليين كبيرين سيلعبان دوراً مهماً هما الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا التي رعت مؤتمر برلين. على المستوى العربي، فقد تناظر تراجع قوات حفتر وانكشاف المذابح المهولة التي قامت بها في مناطق سيطرتها مع ظهور خلافات خفية ضمن المحور الداعم له، وهو ما يفسر بعض التوافقات الليبية التي حصلت خلال الانتخابات بين الطرفين الرئيسيين المتصارعين. ذكرت الصحيفة أيضاً أن الطريق ليس سالكاً بسهولة نحو القيادة الليبية الجديدة، وأن أعلن رئيس الحكومة المنتخب عبد الحميد بيبا سعيه لبناء مؤسسات أمنية احترافية لن يكون أمراً بالسهولة التي يتصورها، وأن رعاية المنظومة الدولية والتوافقات العربية والإقليمية
لن تكون وحدها قادرة على تحقيق أحلام الليبيين، وأن الأمر منوط بقدرات هذه القيادة الجديدة على تفكيك كل العقبات الصعبة المقبلة. خصصت صحيفة الاندبندنت البريطانية افتتاحيتها للحديث عن الانقلاب العسكري في ميانمار ومصير الزعيمة أونغ سان سوتشي. وذكرت الصحيفة أن زعيمة ميانمار سوتشي التي كانت بطلة ومناضلة في مجال حقوق الإنسان ثم متعاونة على ما يبدو مع الجيش في اضطهاد أقلية الروهينجا المسلمة أصبحت الآن تحظى بتأييد أقل بكثير في الغرب. الصحيفة تضيف أنه بعد سنوات من مقاومة الأنظمة العسكرية الدكتاتورية توصلت سوتشي إلى ترتيب مريح معهم قبل بضع سنوات، فقد أصبحت واجهة مقبولة لما كان في جوهره نظاما عسكريا، والآن استنتج الجنرالات أنهم لم يعودوا في حاجة إليها فانقلبوا عليها وابتلعوها. أعلنوا أن فوزها في الانتخابات العام الماضي باطل وتولوا السلطة إثر انقلاب. وتقول الصحيفة إن ميانمار عادت بعد تجربة قصيرة وغير سعيدة مع نوع من الديمقراطية المقيدة إلى سيطرة الجنرالات، ومن المفترض أن تجد سوتشي نفسها مرة أخرى رهن الإقامة الجبرية كما كانت لمدة 15 عاماً قبل إطلاق سراحها في عام 2010. وترى الصحيفة أنه على عكس الفترة الطويلة السابقة التي قضتها في المعارضة ستجد سوتشي الآن تعاطفاً أقل بكثير في الغرب. وترى الصحيفة أن سنوات سوتشي في السلطة جاءت مخيبة للآمال، وأسوأ من ذلك مفتقرة للعدل تجاه أقلية الروهينجا المسلمة. وتقول الصحيفة إن سوتشي سقطت من مكانة شبه قديسة إلى مجرد دمية في فترة زمنية قصيرة بشكل صادم، من بطلة لحقوق الإنسان إلى الصفر. أضافت الصحيفة أنه لا يبدو أن سوتشي بذلت كثيراً من الجهد لجعل مثلها القديمة حقيقة، وانزلقت بسرعة إلى الشوفينية العرقية وعدم المبالاة تجاه مواطنيها. ربما كانت حريصة ببساطة على استعادة المنصب والمكانة التي كانت لوالدها رئيس وزراء بورما آنذاك عندما غتيل عياد الجيش في عام 47 و900 وألف. تمكن بريطاني من المشي لأول مرة منذ نحو عام، وذلك بعد ما عانى من التداعيات الصحية الخطرة جدا الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا. وقد وثق مقطع مصور تحرك جيسون كليك البالغ من العمر 49 عاما والذي يعرف بأنه صاحب أطول مدة إصابة بوباء كورونا، وهو يمشي لأول مرة منذ إصابته بهذا الفيروس في 31 من شهر مارس آذار من العام الماضي. وقد تسبب فيروس كورونا في إصابة كيل بتلف في رئتيه وكليتيه، وكان موجودا على جهاز التنفس الصناعي ومسفات الكلى على مدار 24 ساعة منذ دخوله مستشفى سان جيمس في إنجلترا. قالت زوجته سو إن كيلك زوجته وهي سو قالت إن كيلك تمكن من المشي للمرة الأولى لمسافة طويلة ما يقرب من 6 إلى 10 أمتار. أكدت سو أنه تمكن في الأسابيع الأربعة الماضية من قضاء وقت كبير بعيدا عن أجهزة التنفس الصناعي لمدة 16 ساعة، ويعود لثمان ساعات فقط إلى أجهزة التنفس. وقد وصفت سو تعافي زوجها بالمعجزة. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة المختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا انتهت جولتنا الصحفية لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.